جمعية رعاية الأيتام بالليث. نشأت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الليث بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 152685 بتاريخ 12 من شعبان 1440 هجرية، وقد تم تسجيلها في سجل الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية برقم 1207. وتخدم الجمعية مدينة الليث مركز غميقة، ويبعد عن مدينة الليث 27 كيلو متر شرق مركز الغالة أو مركز مجمع الطرق، ويبعد عن مدينة الليث 29 كيلو متر مركز الشواق، ويبعد عن مدينة الليث 60 كيلو متر جنوب مركز سعية، ويبعد عن مدينة الليث 60 كيلو متر شمال مركز جدم، ويبعد عن مدينة الليث 70 كيلو متر شمال شرق مركز السعدية، ويبعد عن مدينة الليث 90 كيلو متر شمال شرق مركز بني يزيد بسلبة، وتبعد عن مدينة الليث 90 كيلو متر شرق مركز يلملم، ويبعد عن مدينة الليث 95 كيلو متر شمال مركز الرهوة، ويبعد عن مدينة الليث 90 كيلو متر شمال شرق مركز حفار، يبعد عن مدينة الليث 90 كيلو متر جنوب مركز صلاق، يبعد عن مدينة الليث 85 كيلو متر شرق لمجيرما، يبعد عن مدينة الليث 85 كيلو متر شمال. وتسعى الجمعية لتقديم خدماتها للمستفيدين بتحقيق رؤيتها من الرعاوية إلى التنموية من خلال رسالتها تمكين اليتيم ودعم أسرته بما يحقق له الأمان النفسي والاجتماعي والمالي. أهدافنا الاستراتيجية المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع. أتمتة العمليات الداخلية التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة، استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة، تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي، تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة. مشاريعنا لبنة أساس، لبنة يتيم، تفريج كربة، مواساة، نهضة يتيم، زكاتك بركة حياتك، الحقيبة الوقائية، التأمين الطبي، السلال الغذائية، نحن معكم، أبناؤنا في ظل أزمة كورونا، كفالة أم اليتيم، بعطائكم يستمر عطاؤنا. شارك معنا في رسم البسمة وصنع البهجة لأكثر من 2000 يتيم ويتيمة بكفالتهم وكسوتهم وإطعامهم وتفريج كربهم وتعليمهم. تبرع الآن عبر موقع جمع التبرعات المرخص لجمعية رعاية الأيتام بالليث، وابتغي في ذلك مرافقة نبينا الكريم في أعالي الجنان.